لقد كان لي عظيم الشرف أن أقدم أوراق اعتمادي إلى السيد الرئيس، وقدمت له خطاب الاعتماد أيضاً. تم تعييني كسفيرة فوق العادة هنا بالجزائر، ولدى بلادي الكثير من الإمكانات التي تقدمها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لذا يشرفني كثيراً أن أكون في هذا البلد الرائع. ونحن نتطلع بشدة إلى زيارة مرتقبة لرئيسة بلادي إلى الجزائر في 13 من شهر أكتوبر. ستقوم رئيسة بلادي بزيارة عمل إلى الجزائر، وستلتقي فيها بالسيد رئيس الجمهورية، وتعقد لقاءات ثنائية كما سيكون لها لقاء مع الجالية الهندية هنا. نحن نتطلع بشدة للعمل مع الجزائر في مختلف المجالات الثنائية والمتعددة خدمة لبلدينا. Thank you.